سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، هذه أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسجود الشكر ليس بصلاة الشكر، سجود الشكر سجدة واحدة مستقلة في أي وقت من الأوقات. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله شكرا لله تعالى. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.